السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. رئيس الوزراء: سعي الميليشيا الحوثية لإفشال اتفاق السويد يؤكد نهجها الدموي. العقيد المالكي: مصرع 270 حوثيا في استهداف طيران التحالف لمعسكرات تدريب الميليشيا. الجيش الوطني يحقق تقدما في جبهة الملاحيض ويحرر عددا من المواقع الاستراتيجية. قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك إن إصرار ميليشيا الحوثي الانقلابية على إفشال اتفاق السويد يؤكد نهجها الدموي. وأوضح رئيس الوزراء خلال استقباله رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية نيل كامبتون إن تساهل المجتمع الدولي شجع الميليشيا على تصعيد انتهاكاتها وحربها ضد اليمنيين. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشرعية وافقت على اتفاق السويد حرصا منها على السلام وحقن دماء اليمنيين، وأكد أن المفتاح الحقيقي والوحيد للخروج من هذه الحرب التي أشعلتها ميليشيا مسلحة ومتمردة هي في التعامل الجاد مع أسبابها، وذلك بإزالة الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وفقا لمرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها. وعبر رئيس الوزراء عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا للدور البريطاني الداعم للشرعية والشعب اليمني وتحركاتها الفاعلة باتجاه تحقيق السلام العادل والدائم تحت سقف المرجعيات المتوافق عليها محليا وإقليميا ودوليا. وأشاد المسؤول البريطاني بموقف الحكومة الشرعية وحرصها على دعم جهود السلام ومساندة تحركات المبعوث الأممي، مؤكدا أن بلاده ستقدم كل الدعم اللازم لإنجاح السلام في اليمن. قال وزير الخارجية خالد اليماني إن الحكومة قدمت في مشاورات ستوكهولم المرونة المطلوبة لإنجاح المشاورات، وشدد اليماني على ضرورة وضع خطة تنفيذية مزمنة لما تم الاتفاق عليه في السويد بعد مرور شهرين من تنصل ميليشيا الحوثي عن الاتفاق ورفض تنفيذه. جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها اليمني في اجتماع المجلس الوزاري العربي الأوروبي الخامس المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل. وأوضح اليماني إن تنفيذ اتفاقات السويد تشكل مدخلا لمواصلة التقدم نحو جولات مشاورات قادمة لمناقشة الحل السياسي الشامل، وأن خيار الفشل في اتفاقات السويد ليس خيارا واردا، لأنه في حال أخفق الحوثيون في تنفيذ اتفاق ستوكهولم وخاصة فيما يتعلق بالحديدة لن يكون باستطاعة الجميع إجبارهم على تحقيق التزامات الحل الشامل وفق القرار 22/16. وأشار الوزير اليمني إلى أن العالم يدرك حجم الكارثة الإنسانية في اليمن جراء الانقلاب على الدولة اليمنية واستخدام الميليشيا الحوثية للمعاناة الإنسانية كأداة من أدوات الحرب. وقال اليمني إن الأرقام والحقائق الخطيرة حول الوضع الإنساني والصحي تحتم على الجميع مضاعفة الضغط على القوى الانقلابية للإذعان للقانون الإنساني الدولي وعدم إعاقة عمل الإغاثة الإنسانية في اليمن. ثمنت قيادة الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح الدورة الإيجابية لفرنسا في رعاية العملية السياسية في اليمن وموقفها الداعم للشرعية واستعادة الدولة اليمنية، كما عبرت عن أملها في أن تستأنف الشركات الفرنسية عملها في القطاع النفطي اليمني لتحريك عجلة الاقتصاد ورفض خزينة الدولة. جاء ذلك في اللقاء الذي جمع قيادة الكتلة برئاسة النائب عبد الرزاق الهجري وعضوية النائب محسن باصرة والنائب انصاف مايو والنائب فضل إسماعيل غالب مع سفير جمهورية فرنسا كريستيان توستو وببرلمانية الإصلاح. وأطلعت الكتلة السفيرة توستو على الترتيبات لعقد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، كما تطرقت إلى تعنت وتنصل الميليشيا الحوثية عن تنفيذ اتفاق ستوكهولم وعدم رغبتها في السلام وإصرارها على امتلاك السلاح
واستمرار الانقلاب على الدولة، مشيرة إلى أن تراخي المجتمع الدولي إزاء نكث الحوثيين بالاتفاقات شجعهم على الاستمرار في المزيد من ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين، وذلك من قتل وتشريد ومصادرة للحقوق والممتلكات. وجددت برلمانية الإصلاح التأكيد على موقف الإصلاح الثابت الداعم للحل السلمي الذي ينهي أسباب الحرب والمتمثلة بإنهاء الانقلاب الحوثي وتسليم السلاح والانسحاب من المدن، لافتة إلى أن مشروع الحوثي لا يشكل خطرا على اليمن والنسيج الاجتماعي فحسب، وإنما على الجوار والمحيط الإقليمي والدولي. وأعربت قيادة الكتلة البرلمانية للإصلاح عن تطلعها لأن تسهم فرنسا مع الأشقاء في التحالف في مساعدة اليمن في استعادة دولته ودعم الجيش الوطني وتعزيز دور الأجهزة الأمنية في القيام بواجباتها ودعم جهود مكافحة الإرهاب عبر أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ووقف التدهور الاقتصادي الذي تسبب به الانقلاب الحوثي. وإلى ذلك، جدد السفير الفرنسي لدى اليمن التأكيد على موقف بلاده الداعم للشرعية في اليمن واستعدادها للإسهام في كل جهود إعادة البناء، مشيرا إلى أنه سيبحث مع الحكومة سبل هذا الدعم وتهيئة المناخ لعودة الشركات للعمل في القطاع النفطي. وقال السفير كريستيان توستو خلال لقائه برلمانية الإصلاح إن بلاده كانت ولا تزال تمارس ضغوطا من أجل عدم التنصل عن اتفاق السويد أو اللعب على ورقة الوقت، منوها بأن قرارات مجلس الأمن تمثل أساسا لأي تسوية سياسية في اليمن. وعبر السفير الفرنسي عن تقديره لدور الإصلاح في الحياة السياسية وتفاعله الجاد في إطار الشرعية مع كل الجهود الرامية في إحلال السلام في اليمن. حضر اللقاء من الجانب الفرنسي نائب السفير أرمان ماركريان. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الاثنين إن ميليشيا الحوثي قامت بإنشاء معسكرات شرق محافظة الحديدة في خرق واضح لاتفاق السويد، مشيرا إلى أن هناك تعطيلا متعمدا من قبل الميليشيا الحوثية لتحركات المنظمات المدنية. وقال العقيد ركن طيار تركي المالكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في الرياض إن ميليشيا الحوثي أنشأت معسكرات تدريبية لعناصرها الميليشاوية في محافظات صنعاء وذمار والمحويت وريمة لتعزيز عناصرها في الحديدة في عرقلة حوثية مستمرة لتنفيذ اتفاق السويد. وأوضح المالكي أن طائرات التحالف العربي وبناء على معلومات استخباراتية استهدفت بدقة معسكرات تدريبية للميليشيا في كل من ذمار وريمة ومحافظة صنعاء والمحويت، والذي أدى إلى مصرع العشرات من الحوثيين. وأكد العقيد المالكي أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 1081 خرقا منذ ديسمبر الماضي، وتعمل على نقل الأسلحة والعناصر إلى الحديدة بشكل متكرر، كاشفا عددا من الخنادق والاستحداثات العسكرية الحوثية في المناطق المحيطة بميناء ومدينة الحديدة، وذلك في اختراق واضح لبنود اتفاق السويد ووقف العمليات العدائية، مستعرضا عددا من الصور التي رصدتها طائرات الاستطلاع والتي تؤكد مضي الميليشيا في إعادة التموضع واستخدامها للأحياء والأعيان المدنية دروعا بشرية. الصور التي أمامكم من منظومات الاستخبارات تثبت وجود أيضا المقاتلين في محافظة ذمار في وادي الشهداء، كما تشاهدون على يمين العرض النقاط التي تقوم فيها الميليشيات الحوثية ببناء معسكرات المقاتلين وتخزين الأسلحة. أيضا في محافظة ريمة مديرية بلاد الطعام تشاهدون أحد المعسكرات التي تم الاستهداف من قبل قيادة القوات المشتركة، وهي عبارة عن مخازن أسلحة ومقاتلين وخيام وتموين. أيضا في محافظة صنعاء مديرية صعفان أحد معسكرات التدريب، كما تشاهدون هي منطقة خالية لا يوجد فيها أي نمط حياتي من المدنيين أو من السكان. في أسفل الشريحة تشاهدون عملية التدريب من قبل المدربين للمجندين والمقاتلين الذين يتم الزج بهم وتحريكهم إلى محافظة الحديدة.
هذه بعض الأمثلة أيضا في مدينة الحديدة على استمرار اختراقات الميليشيات الحوثية. هناك خنادق البعض يصل منها إلى تقريبا 4 كيلومترات داخل مدينة الحديدة، وهي عمليات مستحدثة وأيضا مستمرة من قبل الميليشيات الحوثية. هذه بعض الخنادق، وهذا خندق بطول أو مسافة 1.2 متر. تلاحظون ما تقوم بالميليشيات الحوثية من اتخاذ العيان المدنية، وهذا متصل تقريبا إلى البوابة الجنوبية لميناء الحديدة. هذه أيضا بعض النشاطات للميليشيات الحوثية، ليس فقط في مدينة الحديدة ولكن أيضا في منطقة الصليف وشمال مدينة الحديدة. هذه بعض الأمثلة ووجود آليات الحفر من قبل الميليشيات الحوثية. إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي استمرار التحالف العربي في دعم الجيش الوطني وإسناده عسكريا ولوجستيا في كافة الجبهات حتى تحرير اليمن من الميليشيا الحوثية. واستعرض العقيد المالكي الموقف العملياتي في كل من جبهات محافظة صعدة وجبهة حيران وحرض بمحافظة حجة والإسناد الجوي الذي تقوم به طائرات التحالف في مديرية كشر والتي تتعرض لحصار وعدوان حوثي، مؤكدا عزم التحالف على حماية المدنيين واليمنيين من جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية. وأعلن ناطق التحالف استهداف العديد من العربات العسكرية والدبابات والتعزيزات الحوثية في محافظتي صعدة وحجة. وأكد تركي المالكي أن التحالف استهدف خبراء ومستودعات طائرات مسيرة حوثية تستخدمها الميليشيا شرق صنعاء. وأوضح المالكي عن استمرار ميليشيا الحوثي زراعة الألغام البحرية مستهدفة خطوط الملاحة الدولية بالإضافة إلى نقل التقنيات الإيرانية في استخدام الألغام. وأشار إلى أن قوات التحالف اكتشفت ودمرت 4 ألغام بحرية زرعتها الميليشيا، لافتا إلى أنه تم اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الانقلابية قبل أيام. وقال المالكي أن هناك أكثر من 270 قتيلا من ميليشيا الحوثي جراء قصف معسكراتهم، وقد تستروا على العدد الفعلي للقتلى حفاظا على الروح المعنوية لميليشيات الحوثي. واستعرض العقيد المالكي فيديو رصدته طائرات التحالف يوضح اقتحام ميليشيا الحوثي لقرى في حرض وإجبار أهلها على مغادرة منازلهم وتهجيرهم واستخدام قراهم كثكنات عسكرية. طبعا راح نزودكم بهذا الفيديو بعد المؤتمر الصحفي. الميليشيا الحوثية تتعمد الوصول إلى مثل هذه القرى، الحديث مع الأهالي. طبعا كما ذكرت هذه عملية مستمرة وليست فقط لدقيقتين. يتم إجبار المواطنين اليمنيين كما تشاهدون في الصورة على أخذ ممتلكاتهم الشخصية والخروج من القرى وتحويلها إلى ثكنات عسكرية واستخدام العيال المدنية في العمليات العسكرية. هذه بعض الأمثلة على نزوح المواطنين اليمنيين مجبرين من قراهم كما تشاهدون العائلات بعد أن أجبرتهم الميليشيات الحوثية على ترك المكان. الآن تشاهدون الميليشيات الحوثية تدخل القرية وبإحدى العربات وعليها ZDC-23 أو المدفع، أحد المدافع، وبعد وصولها إلى القرية تتخذ من الأعيان المدنية نقطة لانطلاق العمليات العسكرية. يخوض أبطال اللواء 13 بقيادة العميد محمد العجابي معارك شرسة ضد ميليشيا الحوثي أسفرت عن تحقيق تقدم ميداني في جبهة الملاحيض بحجة، تم خلالها تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية المهمة والقرى فضلا عن قطع خط إمداد الميليشيا الملاحيض صعدة. مراسل سهيل زار المواقع المحررة وأعد هذا اللقاء، نتابع. مشاهدينا، تواجد الآن في جبهة الملاحيض على وقع هذه الاشتباكات التي تدور بين اللواء الثالث عاصفة وبين الميليشيات الحوثية. نتواجد الآن في قمة هذا الجبل في الملاحيض بعد أن حرره الجيش الوطني ممثلا بلواء قوات اللواء الثالث عاصفة بقيادة العميد محمد العجابي. لدينا أحد الأبطال المتواجدين والمرابطين هنا يحدثنا عن طبيعة المكان. أولا عرفنا باسمك. الرائد يوسف علاء الدين سرحان. لو تحدث المشاهد، أين نحن نقف الآن وكيف استطعتم الوصول إلى هذا المكان؟ نحن نقف الآن في الكامح المروي اليمني
وصلنا إلى هذه الأماكن بعد شق الأنفس من صعوبة الأرض وتضاريسها وصعوبة الغامه الذي زارته الميليشيات الحوثية. نتواجد الآن في جبهة الملاحيض، قطعنا الخط الرابط بين حرض والملاحيض المؤدي إلى المزرق وإلى جبهة السدعي كما تسمى، قطع رأس الأفعى إلى مران. يعني إلى مران. طيب لو تحدثنا عن طبيعة خسائر الميليشيات الحوثية خلال اجتيازكم لهذه المناطق. الخسائر كانت فادحة من الأسلحة والذخائر ومن الألغام ومن جثثهم وقتلاهم وجرحاهم منظقة في الشعب. أكثر الجرحى والجثث حقهم، الجثث قبرناها نحن، الجرحى لم لا زالت كان جرحاهم هنا تحت بابهم الذي تركوها وفروا هاربين. طيب وأنتم قد اجتزتم هذه التضاريس الصعبة الجبلية والأماكن الخطرة، كيف كانت معنوياتكم؟ وحدثنا عن معنوية الميليشيات، هل صدت، هل قاومت، هل انسحبت، هل تقهقرت، ماذا؟ معنوياتنا كانت تعانق السحاب، معنوية الميليشيات فارين هاربين، ليس لهم دين وليس لهم مبدأ. نحن خرجنا من بيوتنا نجاهد للدين، من أجل الدين، من أجل الوطن، من أجل العرض والعرض، من أجل الشرف والكرامة، لكنهم خرجوا مشان سيدهم الملعون عبد الملك الحوثي. ما رسالتك للمواطنين في الداخل في نهاية هذا اللقاء؟ رسالتي للمواطنين عليهم بالاصطفاف، عليهم بالاصطفاف إلى الجيش الوطني لتحرير ما تبقى من الأرض ومن المحافظات والمديريات. شكرا جزيلا، وفقكم الله. إذن كانت هذه هي معنويات الأبطال هنا في جبهة الملاحيض، وهذه المستجدات التي أطلعنا عليها سترفق بالصور، خط الملاحيض المؤدي من حرض إلى صعدة. إذن تعتبر جبهة الملاحيض هي الجبهة الثالثة في محافظة حجة، بالإضافة إلى جبهة حرض وجبهة ميدي حيران. المعنويات كما ذكرنا مرتفعة وعالية جدا، والتقدمات كبيرة، وسنزور أكثر من موقع وسنزور أبطال الجيش الوطني للاستماع إلى معنوياتهم وكيف يرابطون في هذه الأماكن. سليم المخلافي لقناة سهيل من جبهة الملاحيض في حجة. قالت مصادر في الأمم المتحدة إن كبير المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوسيغارد سيصل اليوم إلى عدن، ومن المنتظر أن يلتقي لوسيغارد بوفد يمثل الحكومة الشرعية قبل أن ينتقل إلى صنعاء نهاية الأسبوع للقاء ممثلين عن ميليشيا الحوثي. وأوضحت المصادر أن دفعة ثالثة من المراقبين الدوليين لا تزال تنتظر إصدار تأشيرة الدخول حتى يتمكنوا من الوصول إلى اليمن وتسلم مهامهم في الإشراف على تنفيذ الاتفاق الذي أبرم في ديسمبر الماضي بالسويد. إلى ذلك أكدت مصادر في الحكومة لموقع أكدت مصادر في الحكومة اليمنية إن الحوثيين قدموا حزمة جديدة من الشروط للأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن مارتن جريفيث لتنفيذ اتفاقات السويد. وأشارت المصادر إلى أن الشروط الحوثية أدت إلى إفشال مهمة جريفيث الأخيرة في صنعاء التي كانت تستهدف إقناع الميليشيا الحوثية بتقديم تنازلات في ملف الحديدة وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية. قالت مصادر في اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة إن الجنرال باتريك كاميرت قدم اليوم مقترحا حول إعادة الانتشار في الحديدة والانسحاب من موانئها، وينتظر الرد من ممثل الحكومة والميليشيا. وأوضحت المصادر أن باتريك عقد لقاء ثالثا بين وفدي الحكومة الشرعية والميليشيا المتمردة على متن باخرة أممية افتتحها بلقاءات انفرادية متعددة. وتشير المصادر إلى أن الوفد الحكومي أبدى موافقة مبدئية بمقترح باتريك حول إعادة الانتشار والمتضمن بانسحاب جميع القوات من الطرفين شريطة أن يشمل الاتفاق ملفي الإدارة الأمنية والمحلية، ويكون الاتفاق النهائي حزمة واحدة تشمل كافة بنود اتفاق السويد. وقالت المصادر إن اجتماعا مشتركا انعقد قبل ظهر اليوم لمناقشة تفاصيل وآليات إعادة الانتشار في الوقت الذي ترفض فيه الميليشيا الحوثية الخوض في تفاصيل إعادة الانتشار والانسحاب من الموانئ. وأكدت هذه المصادر أن باتريك أجرى اتصالات متعددة بالمبعوث الأممي ومسؤولين دوليين للقيام بالضغط على الميليشيا الحوثية للقبول بالمقترحات التي قدمها باتريك.
وذلك لإحداث اختراق وتقدم في ملف الحديدة المهدد بالتوقف وانفجار الوضع العسكري جراء تعنت ورفض الميليشيا الحوثية الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح مختلفة جراء سقوط قذائف هاون أطلقتها ميليشيا الإرهاب الحوثية من داخل مدرسة الصباح وسط مدينة الحديدة، وسقطت في منازل للسكان بحي غليل جنوبي المدينة. وقالت المصادر المحلية إن ميليشيا الحوثي هرعت بسياراتها للمنطقة ومنعت المواطنين من الاقتراب، وقامت بتطهير المنطقة المستهدفة من بقايا قذائف الهاون ومخلفاتها في محاولة منها لإزالة آثار الجريمة التي ارتكبتها عناصرها الإرهابية. كما قصفت الميليشيا اليوم الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مديرية التحيطة بقذائف الهاون والهوزر، وتسبب القصف في تدمير عدد من منازل المواطنين. أكدت مصادر محلية فشل ميليشيا الحوثي المتمردة في إطلاق صاروخ باليستي من معسكر الحمزة شرقي إب وسقوط الصاروخ فوق رؤوس المواطنين. وبحسب المصادر فقد سقط الصاروخ الحوثي فوق رؤوس المدنيين عقب ثوان من إطلاقه وخلف قتلى وجرحى، وكان صوت الانفجار مدويا سمع إلى مناطق بعيدة. وصل إلى مطار عدن الدولي اليوم جثمان شهيد الوطن اللواء الركن صالح قائد الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان العامة على متن طائرة خاصة من سلاح الجو الإماراتي الشقيق، حيث كان الفقيد يتلقى العلاج في إحدى مستشفيات دولة الإمارات جراء الإصابة البليغة التي تعرض لها في 10 يناير الماضي إثر هجوم إرهابي حوثي غادر أقدمت عليه الميليشيا المتمردة مستهدفة المشاركين في حفل التدشين للعام التدريبي القتالي والمعنوي بقاعدة العند الجوية. وكان في مقدمة مستقبل جثمان الشهيد اللواء الزنداني كل من الفريق الركن عبد الله سالم النخعي رئيس هيئة الأركان العامة، والأستاذ أحمد سالمين محافظ محافظة عدن، وعدد من القيادات المدنية والعسكرية. أقيم في مدينة مأرب مجلس عزاء للشيخ غالب المسوري رئيس مجلس شورى الإصلاح بمحافظة ريمة، وأبرز مشايخها الذي وفاه الأجل السبت الماضي بعد حياة حافلة بالعطاء. نتابع. مضى الشيخ غالب المسوري رئيس مجلس شورى الإصلاح بمحافظة ريمة وأبرز مشايخها إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والمنجزات وعمر زاخر بخدمة الدين والوطن. وفي مجلس العزاء الذي أقيم في مدينة مأرب وحضرته قيادات مدنية وعسكرية وحشد من طلاب الشيخ ومحبيه وعدد من أقاربه، بدأ الجميع يكسوهم الحزن وتلهج ألسنتهم بالدعاء له والثناء عليه. الشيخ غالب المسوري كان رمزا من رموز ريمة، وكان علما من أعلامها، بل علما من أعلام اليمن. فأي مشكلة في ريمة كان أولها والشخص الذي يدعى لها هو الشيخ غالب علي المسوري. كان رجل الصدق، كان رجل المواقف، رجل الأمانة، رجل النزاهة، رجل الحق، رجل التواضع.
جمع الشيخ المسوري بين تقوى العابد وبسالة المجاهد وعطاء القائد، تشهد له الحرب والمحراب والقبيلة والقبلة، فقد كان سدا منيعا في وجه عصابات التخريب منذ نهايات سبعينات القرن الماضي، ليظل في صدارة الأحداث ومقدمة الصفوف لأكثر من 4 عقود، يحمل هم الوطن ويضرب بسهم وافر في مختلف الميادين. لقد كان نبأ موت الشيخ الوالد غالب علي المسوري فاجعة بكل ما تعنيه الكلمة، لكن عزاؤنا وفخرنا ومحل اعتزازنا أنه كان في صف الحق وفي طريق الحق إلى أن لقى الله تبارك وتعالى، وهذا ما يجعلنا أكثر ثباتا وأكثر قوة، وسنستمر بإذن الله تعالى على منواله وفي طريقه حتى نلقى الله تبارك وتعالى. في مجلس العزاء أشاد الحاضرون بمسيرة الشيخ الذي عاش لدينه وأمته وشعبه وقبيلته ودعوته، ومضى يبني في ميدان العلم بتأسيس المعاهد العلمية وافتتاح دار القرآن الكريم وتشييد المدارس، وفي ميدان المجتمع بإصلاح ذات البين ومساعدة المحتاجين، وفي ميدان الجهاد بالدفاع عن الوطن ودحر قوى التخريب، وفي ميدان الدعوة بنشر الخير ووعظ الناس، وفي ميدان السياسة بالقيادة الحكيمة. حقيقة لقد فقدت ريما هامة وطنية وهامة من هاماتها، نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. لقد مضى الشيخ غالب المسوري بعد أن نعى في الأيام الماضية ابنه وحفيده وعددا من أقاربه الذين قضوا في سبيل الله، ليكون نعم القائد الذي جاهد فأبلى وغرس فأحسن الغراس. قدمت قيادة التجمع اليمني للإصلاح وقيادات سياسية وقبلية في العاصمة السعودية الرياض واجب العزاء في وفاة رئيس هيئة الشورى المحلية للإصلاح بمحافظة ريما وعضو المجلس المحلي للمحافظة الشيخ غالب المسوري. وقدم رئيس الهيئة العليا للإصلاح الأستاذ محمد اليدومي والأمين العام الأستاذ عبد الوهاب الأنسي وقيادات في الهيئة العليا والأمانة العامة والكتلة البرلمانية للإصلاح، قدموا العزاء لأولاد وأسرة الفقيد الراحل الذي وفاه الأجل السبت بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال. وعبرت قيادة الإصلاح عن التعازي الحار في رحيل المناضل المسوري، مشيدين بما قدمه الفقيد من عطاء في مختلف المجالات، ومؤكدين أن اليمن فقدت برحيله شخصية اجتماعية وسياسية قدمت لليمن الكثير. وقد أشار المشاركون في العزاء إلى الأدوار الوطنية والنضالية التي لعبها الشيخ المسوري منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى وفاته، وما كان له من دور في تأسيس دور القرآن الكريم والمحاضن التربوية. هذا وتقدم العزاء قيادات حكومية وأعضاء في مجلسي النواب والشورى، وكذا عدد من قيادات السلطة المحلية لمحافظة ريما وقيادة أعضاء إصلاح المحافظة، وجمع غفير من مختلف المكونات السياسية والاجتماعية ومحبي الفقيد. شيخ بمعنى الكلمة في أبهى صورة، رجل القرآن بمعنى الكلمة، أخلاقه مستمدة من القرآن، سلوكه مستمد من القرآن، أثره التربوي في أسرته ومجتمعه كبير، عرف بحل المشكلات، عرف بالإصلاح بين، يحبه الجميع. ليس هنالك أبلغ من تلك الجنازة العظيمة التي حضرت من مختلف مناطق ريمة بالآلاف، وامتدت على عدة كيلومترات، الآلاف من الناس الذين حضروا وشيعوا، رغم أن الخبر بين وفاته وبين موعد دفن الجنازة كان قصيرا جدا. يعني لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدت ريمة أباها، أنا شخصيا فقدت أبي الثاني الذي كان له كبير المكانة في قلبي. كان شيخا قبليا وداعية ومناضلا من مناضلي اليمن وعلم من أعلام اليمن، ويعتبر من أعلام ريمة الكبار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه. نيابة عن الأخ المحافظ الشيخ أحمد علي الحوري و وكافة السلطة المحلية، حضرنا تأبين العزاء للشيخ الفاضل المجاهد غالب علي المسوري.
حقيقة رحيل الشيخ المسوري خسارة ليس لريما فحسب، وإنما خسارة لليمن قاطبة. نعزي أنفسنا جميعا، نعزي أبناء محافظة ريما، ونعزي أبناء الشعب اليمني برحيل هذه الهامة الجامعة والشخصية القبلية والشخصية الدينية التربوية القبلية التي جمعت كل معاني الخصال رحمة الله عليه. ارتبطت علاقتنا بهذا الشيخ ارتباطات بحل قضايا المواطنين، وكان من أفضل المشايخ، وكنا منسقين معه. والشيخ غالب تاريخ نضالي لريمة ورمز من رموز ريمة رحمه الله، وتعازينا لكافة أسرة الراحل، وتعازينا لكافة أبناء ريمة. نعزي أنفسنا وأسرة الشيخ غالب المسوري، ونعزي مسور وريمة واليمن. هذا الرجل الشامخ الذي عرفناه وبصمته تشهد بفعل الخير وشق طرقات وأعمال خيرية، ورجل كان مقدى، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. الشيخ غالب رحمه الله رجل داعية ومربي أيضا، بصماته الكبيرة في تأسيس المعهد العلمي في مسور حتى أثمر ثمرات كبيرة، نسأل الله أن يجعلها في سجل وميزانة حسنات إن شاء الله. وجهوده أيضا الكبيرة في تأسيس دار القرآن، وتخرج منه أعداد كبيرة من الذكور ومن الإناث، نشر الخير، بنى المساجد. لما تكلمنا عن هذا الجهبذ الرجل العالم الكبير، أنا لم أعرفه ولم ألتقي به إلا مرة واحدة هنا في الرياض، ولكن بصماته توجد في نواحي ريمة، وأعماله الخيرية لا تعد ولا تحصى، فمهما تكلمنا لن نؤدي حقه، ولكن نقول لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الشيخ غالب لم نخسره نحن يعني كأسرة، وإنما خسرته اليمن كرمز من رموز القبيلة. الشيخ غالب كان من المناضلين الكبار منذ سبعينيات القرن الماضي، أسس دار للقرآن الكريم في مسور، تخرج من هذا الدار يعني المئات من الحفاظ، الآن هم في مختلف محافظات الجمهورية مربيين ومعلمين ومدرسين للقرآن، بل وفي بعض دول الجوار كأئمة مساجد وأبرز قراء للقرآن الكريم. الشيخ غالب يميزه أنه جمع بين الرموز أو بين مفردات ومعاني القبيلة والسياسة والدين. الشيخ أوتي من الحكمة ومن فصل الخطاب، لذلك كان يحتوي الكثير من المواقف والمشاكل على مستوى المحافظة وكذلك على مستوى اليمن. نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يلحقنا به صالحين. هذا وأجمعت قبائل مسور في محافظة ريم على تنصيب الشيخ حامد المسوري خلفا لوالده الفقيد غالب المسوري في إدارة شؤون القبيلة، وتداعت قبائل مسور في حشد جماهيري كبير إلى منطقة العارضة مسقط رأس الشيخ المسوري، مباركين تنصيب الشيخ حامد ومقدمين واجب العزاء في رحيل رمز القبيلة وقائدها. وجدد الشيخ حامد المسوري في كلمة له أمام جموع قبائل المنطقة مواصلته للمشوار القبلي والدعوي الذي سار عليه والده خلال عقود من الزمن، مخاطبا الحاضرين بأنه سيكون خادما لأبناء القبيلة والمحافظة. وتعد قبائل مسور من أبرز قبائل ريمة التي لها أدوار نضالية ومشاركة فاعلة في مختلف الأحداث الوطنية منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم. أنا واحد منكم وخادم لكم، لا مسؤول عليكم وإنما بما تقتضي المسؤولية، ولكن في الحقيقة خادم لكم ومحبين لكم ومعكم في السراء والضراء، في المنشط والمدرة، في العسر وفي اليسر، والله على ما نقول وكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرتنا مستمرة وفيها: وزير النقل يزور موقع مطار سيئون الدولي الجديد. تلجين رصف شوارع بيحان بتمويل من مركز الملك سلمان.
تفقد محافظ محافظة ذمار رئيس مجلس المقاومة اللواء علي محمد الجوسي اليوم أوضاع جرح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أبناء المحافظة، وأشاد بتضحياتهم. واطلع المحافظ الجوسي على أوضاع جرح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المقعدين في منازلهم من أبناء المحافظة، ووجه بتقديم كامل الرعاية الصحية لأولئك الأبطال الذين سطروا أروع الملاحم البطولية وهم يدافعون عن الوطن ويتصدون لميليشيا الإرهاب الحوثية الإيرانية في مختلف الجبهات. وكان المحافظ الجوسي استمع من رئيس لجنة الجرحى بالمحافظة بكيل الحدى إلى شرح موجز عن أوضاع أكثر من 170 جريحا من أبناء المحافظة، واطلع على معاناتهم نتيجة ضعف الإمكانيات في سكن الجرحى، مشيرا إلى أن 60 جريحا على الأقل بحالة صحية حرجة ويحتاجون إلى ابتعاثهم بصورة عاجلة إلى الخارج لتلقي العلاج. ثمن وزير النقل صالح الجبواني جهود العاملين بمطار سيئون الدولي من فنيين وإداريين وأجهزة أمنية في ظل إمكانيات بسيطة فرضتها الأزمة التي تمر بها البلاد. وأكد الوزير الجبواني أن مطار سيئون ظل خلال السنوات الأربع الماضية يمثل الرئة التي يتنفس منها أبناء الجمهورية إلى العالم الخارجي، وشدد الجبواني على تكاتف جميع العاملين بالمطار وتنسيق الجهود وتشاركها بينهم ومع السلطة المحلية في سبيل استمرار خدماته ونشاطه خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أهمية أن يستفيد المطار من إيراداته بحيث يتم تسخيرها في توفير الاحتياجات الأساسية للأعمال الفنية والأمنية بالمطار. إلى ذلك، زار وزير النقل صالح أحمد الجبواني ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثير الموقع الجديد لمطار سيئون الدولي الجديد في الهضبة الشمالية لوادي حضرموت. وقال الوزير الجبواني إن الموقع الجديد مؤهل بصورة أولية لاحتضان مطار دولي بمواصفات عالمية نظرا لحجم المساحة المتاحة، وأشار إلى أهمية بدء الخطوات العملية لعمل دراسة فنية لمشروع المطار، موجها بإنزال فريق فني والتعاقد مع شركة استشارية لعمل الدراسة. وأشاد وزير النقل باهتمام وكيل وادي حضرموت بتطوير الملاحة الجوية وسعيه المستمر لأجل البدء في هذا المشروع العملاق الذي سيمثل أهمية استراتيجية لكل البلاد، مضيفا إلى أن الوزارة ستعمل في الفترة القادمة بتنسيق مستمر مع السلطات المحلية بحضرموت لأجل اعتماد المشروع سواء بتمويل حكومي أو دعم أو عن طريق شركات استثمارية متخصصة. أتينا اليوم لكي نبحث مع الأخوان في السلطة المحلية عن المشاكل التي يواجهونها في مجال النقل، عن المشاريع التي نحن نجمع أن نقيمها في الوادي والصحراء، واتفقنا على القيام بجولة ميدانية لموقع المطار المقترح أقامته في الهضبة الشمالية. ذهبنا بالهليكوبتر إلى هناك، الموقع ممتاز، واتفقنا على تمويل فريق استشاري ليقوم بالنزول إلى الموقع وعمل دراسة متكاملة لكي نستطيع في فترة لاحقة إيجاد التمويل أو إيجاد المستثمر لإقامة هذا المطار الدولي الهام. سيئون وخلال أربع سنوات حينما دمر مطار ريان ودمر مطار عدن ودمر مطار الحديدة وتعز ودمر مطار صنعاء، بقي مطار سيئون يعمل وكان الرئة التي تتنفس من البلاد. هذه السنوات، سنوات الحرب، سنوات المحنة، بيّنت ما لسيئون من أهمية وما تمتلكه سيئون من مزايا، ومن مزاياها هذا المطار الذي أشتغل بكفاءة عالية وقدم خدمته لمئات الألوف من اليمنيين طوال هذه السنوات. إذن سيئون تستحق أن تملك مطار أكبر، مطار دولي، وهذا هو ما بدأنا العمل عليه. مشروعنا مشروع
الرئيس عبد المنصور هادي مشروع استراتيجي اليمن بشكل عام كامله، وكان من هذه الخطة الاستراتيجية للمشروع هو إقامة مطار جديد لسيئون يلبي الحركة القادمة في مطار سيئون ويحل كثير من الإشكاليات عندنا في مطار سيئون كما أشرعناها وبدينا فيها في وقت سابق بالتنسيق مع أخوي وزوي وزارة النقل مع الهيئة العامة للطيران. نزلنا اليوم إلى هذا الموقع الذي اقترحناه أن يكون في مطار سيئون بعد أخذنا الدراسة أولية هذا المطار، وكما عرفنا والأخ الوزير قرأته الشياعة وكان اليوم صدى كبير بأنه كلف الأخ رئيس الهيئة بإعداد الدراسات الأولية الفنية لهذا المكان، فهذه الذي سيعطينا دافع أكبر في إقامة العمل بالسير أو بخطى سريع. نفذ عدد من الأكاديميين والمواطنين في محافظة الضالع اليوم وقفة احتجاجية أمام كلية التربية، طالبوا خلالها الجهات المختصة بسرعة تسليم المتهمين بمحاولة اغتيال رئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي ومقتل مرافقه. وقال رئيس التكتل الأكاديمي بالضالع الدكتور نجيب محمد مثنى إن محاولة اغتيال الدكتور الشعيبي لم تكن استهدافا لرئيس جامعة تعز وحسب، بل كانت استهدافا للتعليم والمعرفة والثقافة والمدنية والتحديث والكوادر الجامعية في كل الجامعات الحكومية والأهلية. وفي كلمة له بالوقفة دعا مثنى السلطات المحلية في محافظة تعز الاطلاع بدورها المسؤول وسرعة تعقب الجناة والقبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل وفقا للقانون. عقدت السلطة المحلية في تعز اجتماعا برئاسة وكيل أول عبد القوي المخلافي لمناقشة التحضيرات للاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 11 من فبراير السلمية. وشدد وكيل المحافظة على ضرورة التحضير بشكل يليق بدور تعز الثوري وإسهاماتها في الانتصار للدولة والجمهورية، وعرض لوحات تجسد الدور البطولي لأبناء المحافظة في مسيرة الثورة السلمية ومسيرة الحياة للوطن ككل. ناقش وكيل أول محافظة تعز عبد القوي المخلافي مع عدد من مدراء المكاتب التنفيذية والبنوك الأوضاع الاقتصادية والمالية في المحافظة، وأكد المخلافي على أهمية استقرار القطاع البنكي والمصرفي وتفعيل التعاون مع السلطة المحلية التي تبذل جهودا كبيرة لخلق الثقة في المنظومة المالية والتعاون والتنسيق بين فرع البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية بالمحافظة. وقال المخلافي إن الأوضاع الاقتصادية تشهد تحسنا كبيرا نتيجة تفعيل الأجهزة الأمنية والمحاكم والنيابات واستمرار صرف الرواتب وضبط محلات الصرافة المخالفة بما يضمن استقرار العملة والأوضاع الاقتصادية في تعز. بدوره استعرض مدير مكتب المالية في تعز الدكتور محمد السامعي ومدير فرع البنك المركزي في تعز معاذ البركاني سير الأوضاع المالية وأهمية صرف الرواتب من فرع البنك المركزي بالمحافظة، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على الاستقرار المالي وتحسن الحالة المعيشية للمواطنين. وأشار البركاني لأنه تم التغلب على الكثير من التحديات والصعوبات، كما تم تنظيم العملية المصرفية وتفعيل الجوانب الأمنية والقضائية كأساس لتأمين الوضع الاقتصادي. تم الدعوة له اليوم من قبل أول وكيل المحافظة القائم بعمل محافظة المحافظة مع مدراء البنوك الحكومية والأهلية لغرض الوقوف على مشاكل البنوك والقطاع المصرفي بشكل عام، ومن ثم وضع الحلول لهذه المشاكل والمعوقات، وثانيا من أجل التأكيد على العملية التكاملية بين البنوك الحكومية وبين البنوك التجارية والخاصة وبين قيادة السلطة المحلية بالمحافظة من أجل توفير السيولة بشكل كاف، كما حصل في يناير 2019 عندما تم توفير السيولة بشكل كامل وتم صرف رواتب موظفي الدولة بشكل عام من البنك المركزي بمحافظة تعز. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع رصف مدخلي سوق ومستشفى مديرية بيحان في إطار مشروع تحسين سبل العيش وضمن مشاريع كثيفة العمالة النقد والنقد مقابل العمل. المزيد في التقرير التالي. ضمن مشروع تحسين سبل العيش وفي إطار مشاريع كثيفة العمالة النقد مقابل العمل،
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رصف مدخلي سوق ومستشفى بيحان الممول من المركز وبتنفيذ وإشراف ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية حضرموت. مركز الملك سلمان جاء بقفزة نوعية أنه بدأ يتدخل في المشاريع التنموية التي تمس حاجة المواطنين، فنكرر شكرنا لحكومة المملكة العربية السعودية وكذلك للقائمين على المركز الملك سلمان والإخوة في ائتلاف الخير، وهذه المشاريع هي التي مشاريع البناء والتنمية تساعد في التعافي الاقتصادي المبكر التي تعالج آثار الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي. تحسين المدخل، مدخل المدينة حيث سيقوم برصف 1500 متر مربع المدخل والجوانب الشارع والشوارع الداخلية وأمام المستشفى كما ترون. الأمر الذي سيضفي نظرة جيدة للمدينة، كذلك سيقلل من تراكم النفايات وركود المياه وانتشار الأوبئة بسبب هذا الركود. مستشار محافظة شبوة الأستاذ محسن الحاج والعميد عبد الله الفرجي مدير المديرية أشاد بتدخل مركز الملك سلمان في مديرية بيحان التي عانت من ويلات وعبث الميليشيات الحوثية. أشكر المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان على تدخلهم في عدد من مديريات محافظة شبوة للتخفيف من معاناة الناس. صالة عن نفسي ونيابة عن أخواني في السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمديرية بيحان، نشكر المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان على تنفيذها لمشروع تحسين سبل العيش. هذا المشروع يأتي ضمن إطار مساعدة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لأبناء محافظة شبوة، والذي استفاد منه عدد كبير من أبناء مديرية بيحان خصوصا العاطلين منهم عن العمل. مشروع تحسين سبل العيش برضه، وهو وفر لنا الأعمال لأن كنا واقفين أغلب الأوقات واقفين بدون أعمال، والحمد لله توفرت بعض الأعمال ونشتغل معهم. خلال الفترة الماضية نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العديد من المشاريع الإغاثية والتنموية في المحافظة، والتي ستبقى بصمات خالدات لن تنسى على مر العصور. حسن البريك لقناة سهيل من محافظة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، في أمان الله.